قام بعض الفلسطينيين النازحين في مدينة رفح الفلسطينية بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر وسط تحذيرات من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في المدينة. ويحتشد 1,300,000 فلسطيني في رفح، غالبيتهم فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. وسط تحذيرات دولية وإقليمية من توغل عسكري إسرائيلي محتمل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قام بعض الفلسطينيين النازحين في المدينة الحدودية بحزم أمتعتهم في محاولة للعثور على مأوى في مكان آخر. وفيما كانت رفح قبل فترة الملاذ الأخير الآمن نسبيا لسكان غزة، باتت الكابوس المرعب الذي يحاصر أهل القطاع في صحوتهم قبل غفوتهم. طالما منها بدروا على الأمان، كل اللي ما نتقاوى في حاجة في مدرسة في شيء، لأن وضعنا صعب، إحنا وضعنا صعب. طلعنا تحت القصف، في رفح يحتشد 1,300,000 فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، وهم في غالبيتهم العظمى فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع ووسطه. وين نروح فيه؟ 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 وين نرو
والله أصعب حاجة هي الحرب. على الزلابلاف كل شهر بنتنقل من مكان لمكان، والخوف والصواريخ. هي مأساة يعيشها أهالي القطاع منذ نحو 5 أشهر، لكن تبقى الأوضاع في رفح أكثر خصوصية مع اكتظاظ المدينة بالسكان والنازحين. هذه المدينة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي يوماً أنها مناطق آمنة، بات يسقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يومياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، أمام أعين العالم الذي ربما يكون قد فقد إنسانيته.